بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وراح نتكلم في هذا الدرس عن أنواع السكريات العديدة. أول نوع هو النشا، يتكون من عديد من جزيئات سكر الجلوكوز والتي يختلف عددها حسب التعقيد، فيصل لأكثر من 500 جزء. والنشا النباتي لا يذوب في الماء، كلنا نعرف هذا الشيء، لا يذوب في الماء البارد لكنه يذوب في الماء الساخن، فيصل لأكثر من 500 جزء. أيضا بالنسبة قليلة، طبعا بنسبة قليلة من أمثلة المواد النشوية مثل القمح أو الأرز أو البطاطس أو البطاطا، في فصائل من البطاطس تختلف عن البطاطس الثانية، لها قدرات ثانية، ممكن ما تذوب في الماء البارد بس ممكن تذوب في الماء الحار الحارق جدا. وأيضا الجيلوكيجين النوع الثاني يطلق عليه أيضا النشا الحيواني، ويتكون من وحدات مكررة من سكر الجلوكوز، تختلف في العدد لكنها أقل من مثلياتها السابقة في النشا النباتي، كما أنه يختلف عن الجلوكوز، تختلف اختلاف كبير جدا. وفي اختلاف كبير جدا أيضا في النشا النباتي كيميائيا في الرابطة الكيميائية، وهي الطريقة التي ترتبط بها جزيئات السكر والجيلوجيكين، هو الصورة المخزنة من سكر الجلوكوز في الكبد والعضلات، ولذلك فهو هام جدا بالنسبة للإنسان في العمليات التي تدخل في دم الإنسان نفسه. أيضا راح نتطرق في الدرس القادم عن أهمية السيلولوز، لأنه مهم جدا في الإنسان. إلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم عرفتوا أشياء بسيطة عن أنواع السكريات العديدة مثل الجيلوكوجين والنشا الحيواني والنشا النباتي، وأمور كثيرة يعني ممكن نذكرها في الدروس القادمة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.